يفهم سبور بلس أيمن زاروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع في حلقة سبور بلس لليوم 25 أفريل 2023. حلقة في جزءها الكبير باش تكون مخصصة لمباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، نهاية المقابلة بفوز الترجي هدف مقابل صفر، ويقلص الترجي الفارق إلى نقطة واحدة على متصدر الترتيب في مرحلة البلاي أوف النجم الرياضي الساحلي. إذا عودة بكل التفاصيل على المقابلة هذية، بعد شوية يكون عندنا رابط مباشر من ملعب حمادي العقربي رادس لتصريحات ما بعد المقابلة، شنو باش يحكي معلول، شنو باش يحكي فوزي البنزرتي، كذلك كواليس اللقاء، ماذا حدث بين معتز الزدام وبنك احتياط النجم الرياضي الساحلي، أداء التحكيم هل كان مرضي وإلا لا، احتجاجات كبيرة برشا خاصة من النجم الرياضي الساحلي باعتبار أنه تم الإعلان عن ركلة جزاء بالاستناد إلى تقنية الفار، كذلك هدف الترجي شفنا بعده احتجاجات كبيرة برشا على من لاعبي النجم الرياضي الساحلي. دونك باش يكون عندنا تقييم كامل وشامل على مردود الحكم مصطفى غربال حكم المقابلة وكذلك حكم الفار الصادق السالمي. نحكي كذلك على مباراة غدوة في نفس الإطار الجولة الرابعة، الدفعة الأخيرة باش تجمع قمة جديدة ما بين النادي الأفريقي في رادس وضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري. مرحبا بكم نسكول في سبور بلس، تحية لكل المتابعين والمستمعين خاصة اللي يتابعوا فينا ويسمعوا فينا في كرهبهم، تحية لكل فريق الإعداد، غادة العلاوي في العمل الصحفي، أمير في الإخراج، تحية لأميمة في الكوميونيتي مانجر والديجيتال، وتحية لأصدقائنا في الإف إم تي في وإم وبقية الشلة. معكم أيمن زروق، رفقكم في ساعة من زمان من توا حتى الثمانية، وسعيد جدا أن يكونوا معايا في البلاتو للتحليل وللتعليق على هذه المعطيات والمستجدات. عمار جمل، مساء الخير، على سهل عمر. مساء النور، مرحبا بك زروق ومرحبا بكل مستمعين راديو اي اف ام. صبا الحمد لله لبس. مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بك، باش نستعينوا بمهاراتك الفنيه والتكتيكيه باش تحل لنا المقابله اذا كان فيها ما يتحكي فنيا وتكتيكيا. إذا, إذا, اذا فيها ما يتحل خاطر راني ريتها قال حنا بال الحرب وكرن وفر، ريت الكر والفرن حنا بال قال هذه شكون كرن وفر، حنا باع للقائد ولا حنا باع المجبري؟ لا حنا باع المجبري مسكينه، شي لا يعرف هو كرن وفر يكتئ والله. يعني اليوم طايح اكثر كلاسيكو، ما استنسنا من بعد نرجع نحكيو اخيرا، ما استنسنا بمقابلات افضل من هك. اي صحيح عندك، خاصه كذا ماتش في رات اليوم الحقيقه ما شفني، شفنا برشا بونيا وخنيفري، معناها في انتظار انه تجيب لنا مقوله من عند اميلكار، معناتها تقول لنا شو يقرب اميلكار لحنا بعد. مرحبا بك عمر جمال، كذلك رفقنا وليد قرفيله، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مساء الخير، مرحبا بكل المستمعين، الناس كذا يتفرجوا فينا. مرحبا بعمار، تحيه لسمير مجدي وللاستاذ فتحي المود. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله، الحمد لله كما كان يحكي عمار. بون مريناش حاجه كبيره، واليماج نتاع لي ماتش جينيرالمون نتاع الترجي والنجم كي يبدا الفارق مش كبير، دونك والطوسيون طلعت شويه وكلها طلعت برشا، وحتى بعد المقابله فما ورقه حمراء بالفار، دونك معتز الزدام. ما نعرفوش تو نرجعوا له، اللقطه هذيا تو بعد شويه زاد ناخذوا اكثر التفاصيل وكواليس حول اللقطه هذيا. انا شفتها قبيله شويه في الكيس، مشى معتز الزدام باش يسلم على بنك الاحتياط، فصارت ردة فعل، فصار ردة فعل على ردة الفعل، وبالتالي النجم وبتيتر هنا يقول لك معتز الزدام في روح رياضية، ثم شكون يشوفها بعد المقابلة بروفوكاسيون، المقابلة يبدأ واحد أشوف حتى أنت كنيتك طيبة. نعرف ليه مش قاعد نحلل جيش نعطي الوضع طبعا بعد شوية نرجع له، خاطر بتيتر ثم عبيد مش يسمعوا فينا ما شافوش اللقطة، قاعد جوست نصف لهم أنه مشى سلم على بنك الاحتياط نتاع النجم، فصارت رياكسيون من بنك الاحتياط نجم رياضي ساحلي باعتبار أنه معتز الزدام هو ابن ليتوال وعامل لعب مع النجم الرياضي الساحلي. باش نرجعوا نحلوا اللقطه هذيا. صدام صدام راهو صاحبي واخويا وليد متربي برشا، خليني نحط لك كل شيء في الاطار نتاعو، خلينا نحطهم بعد في الاطار. ولكن باش تمشي للبنك الافضل خاسر واحد بلاش ولا عباد على عصابه، كان من ساعات كان من الافضل حتى اني مثلا كنت نلعب مع نادي الفريق ندخل الفيستير في الفيستير على كل نخرجوا فاصل صغير ثم باش نرجعوا في البلاتو، نمشيو الى رادس نسمعوا ندوه الصحفيه ونحلوا المقابله مع بعضنا، فاصل ثم نعود. بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على إي إف إم أحلى راديو.
من 7 ل 8 اي اف ام سبور بلس. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع ال 74 على اي اف ام. مازلت ما بديش الندوه الصحفيه في ملعب رادس، الخط مفتوح باش نسمع تصريحات ما بعد المقابله، لكن بشكل عام نحكي على المباراه. عمار جمال من الجانب الفني قبيله شويه قلت انه ما ارتقتش لمستوى كبير، شفنا برشا اعتداءات، برشا دويل، برشا انجاجمون سبورتيف واكسترا سبورتيف، زاد يمكن هذا ما ميز المقابله. هذا ما ميز خاطر قلنا في من البارح نحكي وقلنا راه التونسيون طلع شويه، وخاصه كي تبدا مقابله انه معناها ماهيش مصيريه، ولكن معناها زوز فرق في حاجه للنقاط. اولا النجم الرياضي الساحلي باش يبعد على الترجي الرياضي التونسي معناها بفارق 7 نقاط، والترجي لازم يقرب معناها اذا كان يحب يلعب على اللقب لازم يقرب معناها ويولي ان بوان. الحاجه ممكن التكتيكيه باش نحكي انه حسيت بالمقابله فيها برشا انجاجمون، برشا معناها تحس معناها كلها على اعصابها، تحس انه كلها على اعصاب، لانه تفرجنا ما شفناش ما التكنيكمون معناها ما ارتقتش المستوى معناها بصراحه ممتاز. تشوف معناها تشكيله النجم الرياضي الساحلي هي بيدها باش تو بكري نحكي في لوفاني وليد قال لي معناها النجم الرياضي الساحلي ممكن يلوج على نيول، قلت له هي بيدها اللي لعبة ضد المستير، معناها ضد المستير معناها في سوسه لعب نفس باستثناء جمال خذا مكان البلبولي اكاو بنفس لكن التوجه ماهوش نفسه، شفنا توجه دفاعي اكثر من مباراه المستير في سوسه، وشفنا زاد بريسينج خاصه في ال 25-35 دقيقه الاولى، شفنا صعوبات كبيره في انه ترجي خارج الكره معناتها من خارج. بريسينج ديما النجم الرياضي الساحلي ولا خليني نقول فوز البنزرتي ديما يعتمد الطريقه نتاع اللعب نتاعو نتاع البريسينج. البريسينج معناها الفوق والناس كلها معناها ديما يلعب هذيك الخطه نتاع حتى ضد المستير كيف معناها البريسينج. فوزي البنزرتي ديما العام كامل يلعب لك البريسينج، حتى في افريقيا والاجواء تبدا سخونه وكل شيء يلعب البريسينج، والاظهر هجوميين بريغي وبن علي اللي هما اليوم حسب رايي معناها ما كانوش في الفورما. بن علي بار اكزومبل ما كانش في الفورما اللي شفناه به مقابله المستير، علي البريغي كذلك، علي البريغي كيف ما شفناش صعود زاد للاظهر هذوما، ما شفناش صعود. شوف راهو الملاعبي راهو ماهيش توصيات من المدرب ساعات زروق، راهي ماهيش توصيات من المدرب يقول لك انك ما تطلعش وما تسنترش، بالعكس المدرب يحب على انه كل تعمل له معنا السونتراج، يحب انك تطلع، ولكن الملاعب يبدا في مخ يقول لك اني اخوي العزيز مع الترجي الرياضي التونسي ونجم نخلي معنا البلاصه نتاعي، فهمت، ونجم نخليها فارغه، نجم الملاعب معناها تصير نخلي فراغ كبير ورايا هذاك، علاش انه الملاعبيه نتاع النجم الرياضي الساحلي كوز سوا البريكي ولا بن علي، ولا انه يعني شوف بن علي خاطر عمل برشا اخطاء حسب بن علي تحط بوشنيبه وزدان قدام معناتها الى تي بلوكي حتى كي يحب يطلع، زوج جواريت معناتها زوج لاعبين عمار اللي بصبغه دفاعيه اكثر ما سماش شكل مثلا اما بن علي عنده الصبغه الهجوميه اكثر. اي بالضبط بن علي معناها هذاك علاش انا نتصور نبيل حط له الزدان قدامه وحط له بوشنيبه مش محمد بن علي اللي معروف هاي من يطلع اكثر من بوشنيبه ويمشي لهم، ولو انه نبيل معلول بدا عكس المباريات الفارطه انه الهوني بدا على اليمين والزدان بدا على اليسار، هذه نقطه باش نحكيو فيها زاده بعد شويه، خاطر الهوني بدا عكس المركز نتاعو حتى الى حين خروجه بالاصابه قعد ديما يلعب في الجهه نورمال. بالنسبه لاختيار الهوني انه يلعب من جهه نتاع بن علي يعرفوا خاطر بن علي يطلع برشا، وهذه معناها المدرب ممكن لعب عليها يقول لك بن علي هو يطلع برشا وهجوميا كيما كنت نحكي لك ما هوش دفاعيا، يقول لك اني نحط الهوني غاديكا معناها يستغل اكل المساحات اللي يخليهم بن علي. لكن جروسو مودو عمار جروسو مودو ونجح ونجح الترجي الرياضي التونسي في هذه، خاطر الهوني شفناه برشا مرات معناها تعدى من غادي، وشفناه خاصه انه معناها خذا برشا مخالفات من غادي. نقعد زاد مع النجم الرياضي الساحلي بشكل عام لتوال المقابله سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، ما شفناش علاش ما شفناش هاك البريز دو ريسك من الملاعبيه، هاك الحاجه الزايده من الملاعبيه باش تنجم تخلق دي سيتوياسيون. الاحصائيات كانوا ضعاف شويه، ولو انه في الدقيقه الاخيره خاصه في الشوط الاول جاو زوز فرص للليتوال كان ينجم يسجل بهم الحقيقه الهدف، تصويبه عبيد وكذلك تصويبه العبدلي. شوف خليني نقول لك انه حتى الملاعبين تو باش تدخل بحكم اني كنت لاعب وما عنديش فتره كبيره، وهوني لمنا
على محمد المكشر نتذكر قلنا انه كي تمشي تعمل تعادل بتعمره ولا الانتصار انت تو هارب باربع نقاط على الترجي التونسي الملاعب اوتوماتيكمون يقول لك اخويا اني نروح بنقطه التعادل خير من نروح بهزيمه يقول لك ولكن حسب رايي معنا الملاعبي وخروا برشا وحسب رايي شوف بي. بحكم اني تمرنت عند سي فوزي نعرف انه سي فوزي يحب ديما يلعب الهجوم معناتها مستحيل هذوما لي زانستركسيون تاع فوزي مستحيل مستحيل فوزي بن زركي مستحيل انه يقول لك نلعب على نيو اليوم ولا وخر لي ولا لا ونقعدوا التالي ولا لا بيه. مستحيل باش نمشيو الملعب رادس لما ندوه الصحفيه سيف غزيل مساعد فوزي بن زركي حاضر في الندوه الصحفيه وقيس بنينه موجود على عين المكان مساء الخير مرحبا قيس اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بكل مستمعينا الحقيقه سيف غزيل ما كانش راضي على التحكيم اليوم قال انه كان يحبط انه يرجع للفار في احدى اللقطات كيف كيف قال جمله مهمه جدا قال انه خسرنا المقابله اعلاميا قبل بدايتها قبل حتى اسبوع منذ بدايه الاسبوع واحنا فما التركيز الاعلامي على المقابله هذه لما قال ممكن تسبب في هي اللي من احدى الاسباب اللي خسرنا المقابله قبل من فرقه النصر وسمعوا سيف غزيل في المباشر. سؤال احلى مع صديقنا زميلنا التوفي التناو ايمن باش الاجابه. المخالفه حبينا الا المخالفه اللي صارت على استاذ عبيد لما تلينا مره حبينا هي الا نشوفها في البار حبينا هي الحكم يشوف البار لكن الاستاذ غزيل اللي اعطاها هاي ما خلاش الحكم يرجع يشوف البار والحكم هددنا حرفيا قبل حاب ناكد عليها سامحوني هددنا راهو الحكم هددنا حرفيا اذا كان خمسه فارق ما نرجعوش نلعبوا راهو في وقت المقابل حرفيا راهو يلعب راهو جاي يحكم في الدور راهو ما عندناش تحكيم الدور راهو ماهوش خير منه راهو قاعد ينتقلوا في التحكيم الثاني وقاعدين ينتقلوا في الجمعيات ركبوا الناس علينا اللي هما ماهوش خير منهم يا ديك رانا عندنا برشا قوات وعندنا برشا حاجات فعلية تحكيم اللي ترجع المقابلات اللي صار فيها تحكيم هيك هذيك صار فيها المشاكل يعني صار فيها المشاكل اللي عيب عليك هذا الثاني كونه مرجعة المخالفة تاع شوقيوم جيت انا فيها ولا كانت قلتها شوقيوم المخالفة السابقة اللي تم عليك هو القانون ما رجعش لا فقط هي هذيك هذيك والصوت الثاني هو اللي اخطا باش ما يكتبش يرجع للفار هو اللي اخطا الحكم معناها حرفيا حرفيا صار هو حكم الفار هو اللي اخطا باش يمشي فيه لما هو في الفار معناها ثلاث اشهر من بعد حبينا رياح حبينا رياح ثم عمل فريق مراسيين ثم عمل فريق دوله لكن الو ايمن وي معاك يا قيس معاك اكيد كنت كتسمع في حادث الخطاب اللي كان يحكي به سيف غزيل ما تغشش حتى على الحكام خاصه على تحكيم الفار صادق السلمي واللي كان كما كنت تسمعوا كان حكي على ضربه جزاء كان ورقه حمراء حكي على المخالفه دونك هذا مازال هو سيف غزيل نحب نواصلوا اي ميساج نواصل مع سيف غزيل واضح نزل في دار النقاش هذا مع قليل دونك في دار نحاولوا كيف ما تقول في البلاتو سيف الحاج عمار نحن توا في انتظار انه يرجع سيف غزيل يتكلم اذا كان ثم تساؤل تحب تساله لسيف غزيل هنا جانب فني ولا تكتيك ولا حاجه نجم يوصل في الكونفرنس دو بريس عمار تمشي تساؤل ولا حاجه شدت انتباهك خلينا نوصلوها لسيف غزيل والله تقبلي الامور التكتيكيه خطاني من الماتش انهزمت واحد بليش اي وفي نحبوا نعرفوا تكتيكيا نحب نعرف النجم رياض السحلي كيفاش نحب نحكيوا من بعد هذيك من بعد يدخل معنا الحكم الاستاذ الحكم وحيد صالح ونحكيوا على التحكيم ولكن اني نستنى في كونفرنس دو بريس نستنى في تكتيكيا باش تحكي لي على التكتيك باهي حتى تو سمعنا كان تحكيم باهي دونك تحب تسال انت هنا جانب فني وتكتيك قيس بنينه رجع يتكلم سيف غزيل ولا
مزيد في ذلك النقاش. قولوا لو ممكن هنا نحكيه عن نجم الرياضي ساحلي تكتيكيا شنو اللي مشي شنو اللي ما مشيش معناتها في المقابلة نتاع اليوم بغض النظر عن التحكيم. قولوا ذي سؤال من عند عمر جمل. واضح سنتي لا مثل كلمة ثم يجاوب الصحيفة غزيل على سؤال من عند الزملاء الصحفيين ثم ناخذ الكلمة. باهي نرجع لك يا قيس بنين. وي دونك احتجت على التحكيم قال الحكم هددنا انه اذا كان مش باش نرجعوا بعد خمس دقائق باش يوقف المقابلة. ولو انه زرق اعتقد انه كلمة فما حكم الفار كي تشوف ضربة الجزاء كيف ترجع الهدف تشوف الهدف هذا شنو هو هذا اني فاهم توا هذا اللي صار هذا كله على شنو يحبوا انه يشوفوا الهدف ويرجع ويشوف ويرجع من الاول هذاك علاش معنا الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي ومن البارح قلنا ونحكي وجمعه كامله قلنا الصادق السلمي مهما يعمل راهي باش تصير عليه مشكل هاكي صارت عليه مشكل البارح حكينا هوني زرو وسمير هوني حكي قال راهو جاب له هكا يجيبوا يدار هو في خصوص الهدف علاش شفنا احتجاجات فما طلبوا ببيونافو على اسامه عبيد قبل اللقطه قبل اللقطه الهدف شدتني كلمه قال خسرنا المقابله اعلاميا راهو قبل كل كلاسيكو ولا قبل كل ديربي راهو الحديث اللي نحكيوه على التحكيم عمار اكثر من نحكيوه على اللاعبين واكثر من نحكيوه على اللعبه واكثر من نحكيوه اداره التحكيم على الاداره تاع التعيينات هي اللي سبب في هذا صحيح التعيين جاء متاخر التعيين جاء متاخر وقلنا كنا نجموا الحكم الاجنبي الحكم اللي تحط حكم رابع يكون هو في الفار صحيح وصدق سلم يكون حكم رابع ولا اي حكم تونسي توفى هالمشيك هذا قلناه البارح هذا مش الناس الكل على قلت سبحان الله رانا مليش من العصاب لكن انه يقول للنجم خسر المقابلة اعلامية الحقيقة انا ريت النجم انا منيش فني ما قدمش ما يخول له انه على الاقل ينتصر في المقابلة هذه زوز فرق هما بصراحة هو فني المستوى الحقيقة كان متوسط استغل وقت القوة متاعه بتاع ضربة الجزاء والهدف استغلها ترجي وسجل ربما هذا كما جاته فترة قوة في بداية المقابلة ما استغلها جاته فترة قوة في 10-15 دقيقة الأولانية سجل الهدف ومن بعد تعرف كي تسجل هدف في كلاسيكو عمار دونك صعب انه المنافس في حالات قليله انه المنافس يرجع على الكسوة النجم على الترجي ولا الترجي على النجم. وليد هل تعتبر انه النجم الساحلي افرط في الحذر واللعب على نتيجه التعادل؟ لنتفق انه نتيجه التعادل ترضي النجم الرياضي الساحلي في رادس يقعد يحافظ على نفس الرصيد من النقاط في الـ في, الـ في الكلاسمون. هل افرط النجم الساحلي في اللعب على نتيجه التعادل؟ عمار يقول هذايا مستحيل انها تكون هذايا تعليمات فوزي البنزرتي. انت اعتقادك هل يمشي في اثنين هذي ولا انا نتصور بتبيع عمار يعرف اكثر مني سي فوزي نجم يكون ما وصلهمش لكن نتصور اللاعبين في الذهن متاعهم انهم على الاقل الشوط الاول ما يقبلوش هدف من بعد يدخلوا الترجي في الضغط يدخلوا الدود في الترجي الرياضي التونسي يولي دونك ترجي مطالب انه يطلع ويسجل وقتها النجم الرياضي الساحلي ربما اللي زاد ما نساوش راه خسر زوز تغييرات معناتها ياب المساكني مش كيما يدخل لك في 25 ولا 30 دقيقه مش كيما ياب باش يدخل لك اربع دراج الاخرانيين الاضافه نتاعو تكون اكثر ما عرفش كي توفقني عمر في النقطه هذه دونك خسر زوز تغييرات لكن الحقيقه الشوط الاول النجم الرياضي الساحلي علاش قلنا زاد فما حاجه مهمه قلناها هي من الاختبار الحقيقي اللي طوال هو باش يكون في الزوز مقابلات اللي يجيو بعد لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري نحكي على الترجي الرياضي التونسي والمقابله تاع الاسبوع الجاي ضد النادي الفريق باش نسالك سؤال هذا بعد مباراه الاتحاد المنستيري وليد قلت انت انه الاختبار الحقيقي لفوزي البنزرتي لنجم الساحلي فيرسيون فوزي بنزرتي ستكون في مباراتي الترجي ونادي الافريقي. مباراه الترجي انتهت بهزيمه المباراه المقبله للاتوال ستكون ضد النادي الافريقي في رادس يوم الاحد المقبل قراءتك لهالكوكتيل مولوتوف مقابله صعيبه نادي الافريقي عنده مقابله قبل اكيد نتيجتها زاده باش تكون مهمه على صعيد تاع النقاط وعلى صعيد المعنويات دونك المقابله تاخذها النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري باش تكون مهمه مقابله صعيبه اخرى النجم الرياضي الساحلي في ظل ربما زاده الاصابات لكن فوزي البنزرتي مطالب بسرعه بترميم معنويات تاع اللاعبين مطالب باصلاح الحاجات اللي ما مشاتش لانه ما عندكش وقت اصلا ما عندكش وقت هذه راهي نلعبوا في بطوله مصغره ما عندكش وقت في اللي جاي ولا في الاتحاد لا نحكي في اللي جاي في اللي جاي شو تقعد تبكي على تلال وهو ضيع بقول الترجي والافريقي والمستير كل ما عندكش تقعد تلوج والله ضيعت النقاط كيفاش نعمل كيفاش تسيي تو كل ثلاث ايام مقابله ولازمك شكون يهز النقاط اكثر من اللازم معناه اللعبه اكثر هي على المعنويات تاع ماله ما تنجمش حتى بلي شنو باش تخدم مثلا تلعب مقابله حتى الترجي زاد كيف تلعب من بعد مع القبائل وتقابل
يصيط على بعض والنجم الساحلي سي توا سي ما تنجمش تخدم اما الماكس نتاعك تنس بالون ديك راسك خسائر تاع الترجي اليوم كبيره هاي مره والحمد لله هوني مصاب ولو اللي صار انا نحكي على الترجي بعد شويه نسمع ساعه نبيل معلول لكن خلينا في الترجي كذلك في النجم الرياضي الساحلي شفنا زوز تغييرات اضطراريه في الشوط الاول ايبن حسين وسيدي بي سيدي بي اصابات معناتها عضليه وهذا مرتقب وكنا حكينا عليه قلنا انه بعد نظاره تشوفوا اصابه رغم انه النجم الساحلي لعب عدد اقل من المقابلات مقارنه بالترجي لعب مباراه واحده في راهو كي تلعب برشا مشكلة وكي تقعد تلعب مقابلة ثم بعد مشكلة. شهر تلعب مقابلة مشكلة معناتها رأي نفس الحاجة خير الأمور يا وسطوة ولا دونك نتصور أنا غياب غياب النسق أثر زاد على العناصر نتاع النجم الرياضي الساحلي على مستوى الإصابات وشفنا حتى التعب في الأخر كان واضح معناتها على العناصر نتاع الزوز فرق الليزور كانت واضحة معناتها ظاهر الإتوال سنة مع الترجي الرياضي التونسي زوز مقابلات في الدور الأول من البطولة ومقابلة في البلاي اوف ثلاثة مقابلات ثلاثة هزائم بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي ضد منافسه المباشر الترجي الرياضي التونسي كيفاش نجمو نقراو الرقم هذا زوز مقابلات لعبوا في سوسة وفي رادس مع المكشر انتهت للترجي ومقابلة مع فوزي بنزرتي اليوم واجه بين بنزرتي ومعلول انكور اون فوا تنتهي وتؤول الى الترجي كيفاش نجمو نقراو هذا والله انه كيفاش نجمو نقراو انه الترجي ممكن يحضر المقابلة ممكن افضل من النجم الرياضي الساحلي والانتدابات اللي كانت موجودة توا اليوم في المقابلة اليوم ما كانتش موجودين معناها الافكتيف تاع النجم الرياضي الساحلي توا ممتاز بصراحة خلينا نقولوا الحقيقة الافكتيف تاع النجم الرياضي الساحلي قوي والافكتيف ممتاز وزياد الجزيري نعاود نقولها عرف يجيب ملاعبيه الميركاتو هذايا بقل اسوام بقل اسوام براتيكمون متكلف زيرو مليم معناها الميركاتو جاب له فوزي البنزرتي اللي هو مدرب كبير برشا ولكن الترجي الرياضي التونسي يعرف كيفاش ينتصر في المقابلات المهمه خاطر المقابله في سوسه كان نتذكر وكانت مهمه برشا انه الترجي باش كانت مهمه ياسر الترجي الرياضي التونسي يحضر المقابلات نتاعو افتك بها صداره وقتها وافتك بها خاطر قلت لك خاطر الترجي الرياضي التونسي يعرف باش يحضر المقابلات ممكن البريسيون اللي تصير على الملاعبيه في الليتوال ممكن 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 وخاصة ملاعبي الترجي معنا كلهم عندهم الخبرة وفي النجم الرياضي هذا ما يفتقده النجم الرياضي الساحلي نرجع من جديد إلى رادس أنيس البوسعايدي موجود في الندوة الصحفية مع قيس بنينة مرحبا قيس أهلا وسهلا مرحبا ندوة المساعدين هذه بعد يبدأ يلوموا علينا قيس بنينة الصوت غير مسموع ماني فضلك إذا كان ثم إمكانية نصلحوا الصوت يا قيس مش واضح حتى الصوت مش واضح مش واضح مش واضح بالكل الصوت قيس حتى أيمن لو تحسن الصوت شوية تحسن الصوت إلى ذلك صوتك انت واضح اما صوت انيس البوسعادي الحقيقه غير واضح ما نعرفش هكا سبا هكا سبا لا لا غير مسموع الصوت اماني اذا كان نجمو نعاودو نتصلو ونزيدو نحسنو كاليتي نتاع صوت مع قيس بنينة دونك هذا انيس بوسعادي تنرجعو الصوت يبدا بكاليتي اوضح حكيت على الترجي شنو عندك ما تعلق بالنسبه للترجي اليوم الترجي في الاصابات خسر حمد لهوني بون يبدو انه الاصابه نتاعو ماهيش مقلقة ينجم ربما يكون حاضر حسب آخر الأخبار ضد شبيب القبيل خسر رياض بن عيد وخسر إنذار ثالث محمد علي بن رمضان اللي باش يكون غايب ضد النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك معتز الدام ورقة حمراء أكيد باش يكون غايب في مرحلة مهمة موسم الترجي باش يلعب لقاءات النادي الرياضي الصفاقسي باش يلعب الديربي ولقاءات مهمة أخرى دونك هذه الانتصار حق الترجي لكن في المقابل خسر بعض اللاعبين في الفترة المقبلة خسر بعض اللاعبين كذلك إصابة الهوني على مستوى الهوني كما قلت لك يبدو أنها مش إصابة مقلقة ماهيش عضلة هي على مستوى الشوفي الكاحل أي مش مقلقة ضربة مضروبة عليها قبل وجهته ما نجمش يكمل المقابلة لكن يبدو كما قلت لك في انتظار أكيد التشخيص أنه ما تمنعوش أنه يكون حاضر ضد شبيب القبيل رياض بن عيد على مستوى الركبه كيف مش عضل هي كما قلت لك ورقه ثالث انذار لبن رمضان باش يغيب ضد النادي الرياضي الصفاقسي
ومعتز الدام اكيد ورقه حمراء باش تكلف له عقوبه تاع اكثر من مقابله. دي ديغا كبار بالنسبه للدرجه. هذا ايش قلت لك؟ انيس البدري يواصل الغياب مي با موجود على بنك الاحتياط. في الاحتياط ثم الدبشي عمام وبن علي المهري الوهابي الفادع رياض بن عيد عزيز عبيد ورشيد العرفاوي. ناس تقول عمليه على ظهر وناس تقول انه اختيارات فنيه. السكيسور المعطى الرسمي اللي عنا هو انيس البوسعيد اللي تكلم بعد قبل مباراه شبيبه القبيل قال انه سيكون موجود في المقابله المقبله. رغم الناس كلنا نعرف انه ثم مشكل مع انيس البدري. شنو الاشكال؟ انيس البدري المعلومه انا عندي اخر معلومه انه خارج حدود الوطن، وجه يوم الجمعه الفارط الى مدينه اليوم. ما نعرفوش هل هو مسترخص ماهوش مسترخص، هل باش يرجع ماهوش باش يرجع. اليوم ايش فيه اليوم؟ اليوم هو يعيش غادي، يعيش غادي فرنسا غاديك. دونك ايش هو ما فهمتش، هز روحه ومشى غضبان. هاني قلت ما عنديش المعلومه انه مسترخص او مش مسترخص. معناتها اليوم موجود في اليوم، غادر يوم الجمعه تونس، توجه الى اليوم، مسترخص من الهيئه مش مسترخص ما نعرفوش. كنا نتصوروا انه الامر كان مرتبط بمردوده اللي نقص في شهر رمضان، لكنه باش يرجع لانه كان يتدرب لاخر وقته حتى الى ليله التحول ترجي الرياضي التونسي الى الجزائر، كان موجود في التمارين. نجم تكون ردة فعل على موش اشكال ميديا وليد، ما نتصور شيء من الاشكال ميديا وقت اللي كان والله خاطر ثم كلام راه دون سونس. لا لا توا في المعطيات الموجوده انه اصابه عنده اصابه في ظهره. لا لا ما عنده الاشكال الميديا وقت اللي كان موجود، وقت اللي حكينا على اكثر من شهر، معناتها يمكن حتى توخير نتاع شهر، كان انيس البدري موجود معناتها فهمتني، وتدرب لاخر وقت. دونك اي نعرفوا انيس البدري ولي زاجون تاعو يسون ان بو سبيسيال في النقطه هذه، تصور عدم المشاركه واخراجه في نهاية الشوط الأول ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. يمكن ما قبلش الطريقة اللي خرج بها، وردة الفعل نتاعو جاي كي ما كانش في الرحلة نتاع الجزائر. في انتظار الأيام القادمة نشوفوا شنو باش يصير. باهي عمر جمال، نحكيو على الترجي اللي كان أكثر واقعية من نجم الرياضي الساحلي، ما شفناش مستوى معناتها مبهر وباهر من الترجي الرياضي التونسي. فيرسيون نسخة مشابهة للمباريات الفارطة، شفنا زدام في بوست نتاع ليل في الكولوار، ولو أنه بدا بالزدام عكس المباريات الفارطة في الجهة اليسرى وحمد الهوني في الجهة اليوم. لو جاتني معلومه تو باش نصح، البدري جاء وكان حاضر، توجه لليوم جاء وكان حاضر اليوم، قاعد في اللوج تاع الترجي الرياضي التونسي. ام باهي مرحبا. هي علاش مش علاش في اللوج مش في البنك؟ هي عادي هو معناتها اللوج ولا تريبيل ولا بلوز معناتها نسب عادي انه نجموا نسالوا. لا غالب الصوت خايب ديما، فما مشكله في الصوت في راس. اذا الترجي كان اكثر واقعيه وعرف كيفاش معناتها يستغل الكرات القليله اللي جاته، رغم هذايا ضيع ضربه جزاء وقت اللي كانت تجي رغم المردود معناها اللي متوسط. وفي المدة الأخيرة الترجي الرياضي التونسي قلنا أنه يربح ولكن ما يقنعش. هل مطلوب الإقناع أم النتيجة؟ حاجتي بالنتيجة. أنا كي تجي تحكي معايا بالطبيعة نقول لك ما نحبش نقنع، نحب النتيجة. بالنسبة لمقابلة شبيبة القبيل كيف كيف الترجي الرياضي التونسي ما كانش في المردود وفاز بالنتيجة اليوم كيف كيف مع النجم الرياضي الساحلي، كان واقعي أكثر من النجم الرياضي الساحلي. ولو أنه معناها تكتيكيا وكمقابلة مرضى قاتش معناها المستوى كبير اليوم، ولكن بالأدنى المطلوب ما فماش حاجة إكسيبسيونيل تشوفها في الترجي كيما المباريات الفارطة. بتعرف معناها كيما تشوف في مقابلة الكل، ولو أنه أنا ما فهمتش عليه أنه مازالوا 10 جولات، الناس كلنا معناها تحس أنه الفرق الكل على عصابة كل نقطة. أوكي هي ساعات راهو لازمك ترزن شوية، ساعات لازمك معناها تطيح التونسيون باش نجم راهو كي باش تلعب على البطوله، ما تجيبش تلعب 10 ماتشات راهو التونسيون طالع الفوق، ما تجيبش تلعب بالبريسيون خاطر المقابلات على بعضه ماهيش كل جمعه هذيك مقابلات. نقولوا البطوله قبل نفس طويل والبطوله تبدا طويله، كل مره تبدا معناها تلعب كل جمعه توا المقابلات على بعضه، معناها لازمك تكون حتى في الاعصاب لازمك تكون رزين اكثر. الترجي الرياضي التونسي اليوم صحيح مستوى الفني ما كانش ممتاز، ولكن كان واقع اكثر من نجم الرياضي الساحلي. وتقول باش تقول لي معتز الدام عادي، نبيل المعلول قراها بالصحيح راهو اليوم اللعب كيفاش قراها بالصحيح؟ واضح خياني عندي حسام بن علي، قداش شفت من مره معتز الدام يلعب غادي؟ قداش يدور لي ذي ثاني مره اني نشوفه في من بدا الموسم هو انه يكون موجود غادي عادي بشي بلوكي، انه بشي بلوكي حسام بن علي خاطر حسام بن علي يطلع. وقلنا والهوني حطوا غادي، قداش شريته الهوني ديما يحب يلعب كان على اليسار لكنه بدا على اليمين. صحيح بدا على اليمين خاطر يعرف انه باش يستغل الفراغ اللي باش يخليه
حسام بن علي وقت اللي يطلع، وهذا كشنو اللي صار اليوم حسب رأي معنا منيش ندخل قلت لك في التحكيم حتى كشين بعد فما الناس الاختصاني واحد من الناس كجيت تسألني وقال لك أني حتى صدق السلمي من الأول غادي غلطة كبيرة وأولت الأمور على القرارات وطلعت التونسيون وطلعت هذه معناها وليت لعبت الكل على العصابة ولا حتى كان صحيح لعبت الكل مش تقول غلط وقلنا من البارح هذه ولكن طبعا بعد يفسرنا واحد صلح ولكن أني نحكي اليوم على مقابلة متاع كرة قدم من النجم الذي نحكي تكتيكيا الترجي الرياضي التونسي تفوق معناها على النجم الرياضي السهل كي تضرب لك حمد الهوني معناتها تحب ولا تكره بيس متريس في الترجي الرياضي التونسي وبيلي في الترجي الرياضي التونسي جيك هي بيس المتريس الوحيد معناتها فمش برشا لاعب رقم واحد مع بن رمضان معناتها خاصة على صعيد الهجومي لا على صعيد الهجومي حمد الهوني فوالا هذا بن رمضان تقول حد جيك ضرب الجزاء ضيعها تصير في الكرة انه ضربة جزاء تنجم ضيع حتى كان المسدد محمد علي بن رمضان الاختصاصي رقم واحد من ابرز اللي شوته معناتها في تونس وتسجل هدف يظهر لي وانت جاي من مقابلة القبائل عمار اللي فيها ضغط ذهني وضغط بدني يظهر لي الترجي الرياضي التونسي ونجم نقولوا زاد عمار بلوز وموا سيطر الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي السيء نوعيا دونك مش مطالب يظهر لي الترجي الرياضي التونسي اكثر من هكا باش انه وينتصر في المقابلة نتيجة هذا الاهم يعني قلت أنا نتيجة هذا الاهم سيطرة ما تعني حتى شيء سيطر كيف كيف بكري قلت لي سيطر وتنهزم حكاية فارغة سيطر وتنهزم ما تسمع أول شيء الفائدة في النتيجة العبارة معناها إيه تقصد بها السيطرة إنه السيطرة معناتها على مستوى البوسيسيون دو لا بار إيه هو ديما عنده البوسيسيون الفرص الواضحة السانحة ما كانتش موجودة معناتها كيما المقابل إنك راهو باش تداول الكورة مع جمعية يدرب فيها فوزي البنزرتي بالطريقة اللي يلعب فيها فوزي البنزرتي هو شو الهدف تاع فوزي إنه يلعب البريسيك وإنه يحرم المنافس من الكورة ولو كيما تحكي أنت هذا تو موضوع اخر مش يحرم المنافس ايه. يحرم المنافس باش يخرج الكره في عقله ولا. فهمت هذيك مش معناها انه باش يحرمك من الكره تنجم تقعد تعمل بريسينغ وتقعد تجري ورا الكره وما تخرجهش صحيح ولا لو ساعات فما دي ريسك معناتها ياخذوا فيهم توقع اوامر رياح ينجموا راه في بعض الاحيان ايمن يكلفوا الترجي في وكذا ان يكلفها هدف قبل شويه الترجي الرياضي التونسي على 5 ضربات جزاء حصل عليها سجل زوز وضيع 3 وبن رمضان ضيع 2 ضربات جزاء ضد النادي الفاكسي في المرحله الاولى واليوم زاد بن رمضان يشوط ديما بنفس الطريقه اي وفي نفس الزاويه ضعيفه شاطت اليوم البلانتي نتاع بن رمضان ولا ميريت العلي جمال فنيا علي جمال يشد مليح البيلنتيات ولكن انا حتى الكره نتاع رمضان كانت ضعيفه مروبه شويه شلولنا ما معنى هذا شلولنا فوزي البنزرتي كلمه شلولنا معنى كيما يقولوا الشوكولاته في الشمس نقصه برشا شويه نحكي وبعد شويه على التحكيم تقييم اداء الحكم وتحاليل الفنيه مع وحيد صالح فاصل ثم نعود راجعين بعد شويه ان شاء الله في سبور بلس بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 إلى 8 متاع الليل اهلا وسهلا مرحبا من جديد في سبور بلس 8 غير ربع وباش يكون معنا الحكم الدولي السابق صديقنا وحيد صالح لتقييم حكم المقابله مصطفى غربيل وكذلك حكم الفار صادق السالمي اهلا وسهلا مرحبا يعيدك مبروك السلام عليكم كل عام وانتم بخير اخوي ايمن واخوي وليد واخوي عمار وكل المستمعي AFM اهلا وسهلا مرحبتين بكم اذا عنا لقطه فار لضربه الجزاء وعنا عديد من الاحتجاجات خاصه بعد تسجيل الترجي للهدف الاول وهو الهدف الوحيد لعبيه النجم يعتبروا انه صار معناتها كيفاش يقولوا بيافون بالعربي بيافون في قبل اللاعب يعني كان الكره متحركه هذا تقصد يعني او المكان اللي هو نتاع الخطا مش مكانه اي اي فوالا هيت نعطيوك شنو علاش صاروا الاحتجاجات بالنسبه للعبيه النجم بس احنا ندخل مباشره في الجدل اللي حصل في تعيين صادق السالمي يعني انا كنت اتمنى من الجامعه التونسيه لكره القدم والاداره الوطنيه للتحكيم يعني عدم تعيين صادق السالمي في هذه المباراه ليس لايقافه في افريقيا هذا كان يعتبر افريقيا وهذا شان داخلي بامكان الحكم الداخلي يعني طالما هو مش موقوف داخل البطوله التونسيه ولكن
احنا شفنا لحد انت استدعيت طاقم تحكيم جزائري كان يفترض الطاقم يكون بالكامل، وخاصة لحد السابق كان طاقم تحكيم جزائري بالكامل يقوم اتحاد منسيري وفريق موزة الأبيجاني يعني بالفار، كانوا ممكن يكونوا موجودين حتى في هذه المباراة حكام الفار من الجزائر، بس تبعت كل الشوائب أو كل التأويلات إن صح التعبير يعني. بس هذه حبيت ملاحظة أنني نوصلها، لأن أي قبل شوية أنا سمعت عمار سمعت وليد، أي 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 خطأ بيصير لو حتى لو كان صحيح من الصادق سالمي حيكون فيه مشاكل حتى بالنسبة للحكم يعني. هل تعتقد أنه هنالك قرارات اتخذها صادق سالمي كحكم فار استدعت باش يكون صادق معك يعني؟ يعني ما كانش فيه حاجة يعني. احنا نجول اللقطة نبدأ بضربة الجزاء، يعني هناك تهور من المدافع النجم الساحلي، وانصح التعبير ممكن عمار مدافع يعمل يعني انت بقى سموه خبط كروي، لكن ايام عمار ما فيش فار كان يمشي فار عمار ما فيش مشكلة، لكن الان دي عبى بيهم مش كاير عمار في غياب الفار يا سي وحيد، مش كاير عمار يسير في الخبط متاعه عمار هو اضرب وتعدى كي جي الفار بطل الكورة عمار هو زعمة على اللقطة هو جي الفار بطل الكورة يا اخوي تمام. هذا بالنسبة للتدخل كان صحيح وركلة الجزاء كانت واضحة وما صارت أي ارتجال. تبقى النقطة المهمة اللي هو هدف الترجي، وقبلها في الخطأ أول اللي لازم نتفق أن الخطأ موجود، يعني الخطأ موجود لصالح الترجي. يبقى المكان الذي استؤنف منه الخطأ طبعا كان تقريبا قريب 5-6 متر في الطرف من هناك في الصورة، طبعا هذا مش مكانه، ولكن هنا الفار لا في بروتوكول الفار لا يتدخل بطريقة استئناف اللاعب او الكره باش نبدا الامور واضحه، هذا كان قرار حكم وليس قرار فار يعني، وطبعا الهدف طبعا سليم، لكن الفار لا يتدخل في مثل هذه الحالات حسب بروتوكول الفار. كابتن الكره في الهدف الترجي كانت قبلها مخالفه، الكره لم تلعب من مكان الاصلي للمخالفه. نعم. هل هذا يغير شيء والا لا يغير اي شيء؟ هون بغض النظر عن الفار، هل انه المخالفه تتلعب على بعد 5-6 امتار عن مكانها الاصلي، هل يمكن الشك في شرعيه الهدف؟ لا يغير شيء. لانه في الندوه الصحفيه لبعض المقابله سيف غزال مساعد مدرب الترجي النجم الرياضي الساحلي قال كذلك انه ثم مخالفه على اسامه عبيد، قال طلبنا العوده الى الفار وهو ما رفضه صادق السالمي، ثم هددنا الحكم الجزائري حرفيا بايقاف المباراه اذا لم نعد للعب بعد 5 دقائق. هنا شفنا الاحتجاجات التي طالت، هنا ذاك علاش ممكن وصلنا نحكيوا على التهديد، وهذا ما قاله حرفيا سيف غزال. لا يوجد اي خطا، احنا شاهدنا المباراه يعني وكل شيء لا يوجد اي خطا، كان ممكن الاحتجاج اللي مشيت لان انا في طريقه المكان صحيح مش مكان الخطا نفذت منها، هذاك موضوع اخر، لكن هذا لا يتدخل في الفار وهذا يرجع بالنسبه للحكم، الحكم راى ان هي تمشي، ولو انا طبعا يعني ضد الحكم انه هو المفروض كان يلعب من مكان، هذا خطا تحكيمي وليس خطا، لكن لا يغير من اي شيء او من الهدف طبعا. اللقطة الأخيرة شاهدنا تدخل فار بعد المباراة في بطاقة حمراء ضد لاعب من الترجي معتز الزدامي، هناك سلوك مشين على إداري من الإداريين النجم الساحلي، طبعا هناك في اللي يقولك هل الفار يتدخل بعد المباراة، طالما هناك داخل حدود الملعب والكاميرات موجودة يتدخل الفار ما في مشكله، قلت اذا كان دخل داخل حجرات الملابس هذاك ما عادش يتدخل الفار. طبعا قرار التدخل كان سليم والطرد كان في محله. تدخل مشين من اداري النجم الساحلي، ما فهمتش وهنا الورقه الحمراء لمعتز زادمرا. لا سامحني، اللاعب نتاع الاداري لحظه لاعب الترجي هو الذي هو اللي صار عمل تدخل في ركلك يعني على اداري النجم الساحلي كان جالس في بنك الاحتياط، هنا يبدو فيه ممكن فيه صارت بالكلام، لكن احنا اللقطه اللي شاهدناها هناك تدخل مشين بالركل يعني بالركل على اداري، اللقطه واضحه بطاقه حمراء واضحه يعني من داني خشيه. هذا بالتفصيل اذا كان في اي استفسار تفضلوا. ما نعرفش ما استفسار وي وليد لا سؤال كلاسيكي عادي الاستاذ وحيد، هل اثر الحكم على نتيجه المقابله ام لا استاذ وحيد؟ لا لم يؤثر. واضح. وإذا كان نجم نعطي عدد على 10 للحكم وللفار، قديش تعطي كابتن؟
البار في 7 من 10 والحكم في 7.5 من 10. 7.5 من 10. كريم أنت في ال كريم ولا ساعة كريم في إعطاء النوت. يعطيك صحة كابتن وحيد صالح خبيرنا التحليلي. أخيرا يا هناك 21 خطأ لصالح الترجي و20 خطأ للنجم الساحلي، 41 خطأ في المباراة. 41 خطأ. يعطيك الصحة كابتن وحيد صالح. إذن في كل جولة وفي كل مقابلة باش يكون موجود معنا طيلة مرحلة البلاي أوف لتحليل الأداء التحكيمي وتحليل معطيات الفار. ويطلبت الكلام في خصوص مش نحكي على معطيات أرقام أرقام على المدرب نبيل معلول حابين نسمعوها احنا. نبيل ولو قليل هو تلقى مدرب رابح ما يخرج جنرمون، المدرب الخاسر ما يخرج وما يتكلمش. 3 انتصارات على المدرب فوزي البنزرتي في المواجهات اللي بيناتهم، لعب 9 مرات ضد النجم الرياضي الساحلي، 7 انتصارات تعادل وهزيمة بالنسبة للمدرب نبيل معلول حسب آخر الأرقام. باهي نحكيه على لقطة معتز الزدامي اللي عارف هذي تو باش تعمل بوليميك وكذا. باهي ناخو رأيك وليد، ناخو رأي عمار جمل. باهي التفاصيل نحن توا هنا موجودين في الاستوديو في الاكاديمي، مانيش في رادس راهو لا نعرفوا لا شكون قال شكون لا شكون سب شكون وكذا. شفنا معتز الزدي موجود في بنك الاحتياط وشفنا الركل واضح من معتز الزدي انه رياكسيون بوتيتر من معتز الزدي على خاطر يذولي بوتيتر صار شي كلام زايد منه ومن غاديك. هل كان ممكن يتفادى معتز الزدي انه يمشي لبنك احتياط النجم الساحلي؟ هل هي بروفوكاسيون معتز الزدي ولا لا؟ على خاطر توا اجى ظهره توا من قبيله ريت نحن جبدنا معتز الزدي. جاوني قريب 35 مساج من الترجي ونجم رياضي ساحلي كالعادة إعلام العاصمة بيكم وعليكم والترجي شوفوا كيفاش البنك ضرب المعتز الزدام. كل واحد باش نجيو كيبياسيور لبهيم القصير هو الإعلام. معتز الزدام درش يعمل مع البنك وفهمي النايفر درش يعمل مع معتز الزدام شكون يتسب يتسب الإعلام. شوف هاي خلنا نعطيك رأي هنا والله واحد وقتلك المعتز الزدام اني شخصيا نعرفه الولد متربي الحقيقة، ولكن باش تمشي تسلم في الظروف وفي الـ وفي الـ وفي مانيش في السويد لا غالب مانيش في الدنمارك، احنا نلعبوا في بطوله نتاع تونس والبطوله التونسيه فما نعرفوا معناها شنو المشاكل والتونسيون تطلع فيها. هاني حبيت حتى كان تصير بعد المقابله تمشي للفيستير تمشي للبنك والعباد سخونه وكل شيء ما تعرفش على الرياكسيون اللي تنجم تصير. معناها هو مقابلة زادة تعديد سخونة. شوف أنا متأكد متأكد أنه معتز الزدام مشى على نيتو يسلم، هذا المتأكد منه خاطرني كان ما جيتش نعرف الملاعبي نقول لا راهو الملاعبي يحب يمشي باش يعمل عركة، لكن الملاعبي مشى يسلم أكيد ما عندوش إكسبيريونس كبيرة الله غالب، ولكن نورمالمون تمشي للفستير معناها تسلم على أصحابك السلام السلام وتمشي على روحك. باهي لنتفق أنه صار الاعتداء ثم ركل مشطة بلغتنا نحن من معتز الزدام لفهمي نايفر استحق من خلالها ورقة حمراء، وما صار بعد انه زاد صار اعتداءات ودزين باش بعدوه على بنك الاحتياط. دونك بجاه ربي ما غير ما نبداو نعملوا في المزايدات، لا اعلام درا شنو ولا كذا ولا مع هذا ولا ضد هذا ولا هالتفوريخ الزايد معناتها جو مو بيرمي باش نقولها الكلمة معناتها. وي ولي شنو عندك متعلق؟ لا لا كاو جوجو نتاع عمار في اللي قال نتاع ربي وجواراتكم بالنسبه للترجي والمسؤولين نتاع الاطوال ربي وجوارات وربي ومسؤولين وربي ورواحكم السوز ربي ورواحكم. ماناش في المدينه الفاضله وليكم انتم مدينه فاضله ولنا نحن مدينه فاضله وله الناس الكل تبدا تلوش في العله وبنت العله للعباد. كان من المستحسن انه معتز يمشي يفرح مع اصحابه ومع جماهيره المنتصرة، ثم كان يحب يسلم على بعض الأصدقاء، أكيد عنده أصدقاء في لاعبين والإطار الفني والمسؤولين نتاع النجم الرياضي الساحلي، كي ترتاح الأعصاب شوية وتركح الدنيا شوية خاصة المقابلة تعديت أكيد معناتها فما برشا تشنج في اللقاء يسلم على أصحابه ويروحوا. دونك المشية لنتفق أنه المشية للبنك غلطة زايدة وغلطة تربية اللي هو المشي غلطة. المفروض أنه أنا قلت لك أني نعرفه من تربي الحقيقة الولد، لكن المشي غلطة فالتونسيون وتعرف أنت مقابلة النجم والترجي ما نمشيش للبنك من كان عليه من المفروض أنه ما نمشيش للبنك أصلا لويه فهمت. حتى من بعد هاك شفت معناها طلع التونسيون ما تعرفش عليه شنو ينجم يصير. كان من المفروض انه فات المقابله نمشي ندوش على روحي ولا نمشي نسلم في الفستير ولا اللي هو. اذا الترتيب بعد الجوله هذيا النجم الساحلي في صداره 12 نقطه ثم ترجي 11 نقطه، غدوه مباراه ما بين الاتحاد الرياضي المنصيري والنادي الافريقي 8 نقاط في رصيد الزوز فرق ومقابله مهمه. كلمه على المقابله هذيا اللي باش نرجع لها ديما غدوه باكثر اللي باش ينتصر
باش يلقى روحه الثاني دونك باش يحافظ تقريبا على كامل وكل حدوده ويستغل عثرة النجم الرياضي الساحلي اليوم. النادي الافريقي كان ينتصر ربما في المقابلة على الاتحاد الرياضي المنستيري باش يجيه النجم الرياضي الساحلي ويولي النجم حتى كان ينتصر على النجم الرياضي الساحلي يلتحق بالمرتبة الأولى ويفوت النجم الرياضي الساحلي. الاتحاد الرياضي المنستيري كيف كيف كان ينتصر باش يلقى روحه على بعد نقطة من النجم الرياضي الساحلي. دونك مقابلة مهمة مهمة برشا غدوة نجمو نلقاو معناتها دوس فريق بحداش النقطة كيف كيف كان كل فريق باش ياخذ نقطة نلقاو 9 نقاط معناتها شو أنا نتصور بالنسبة للبطولة نتاع سنة مش باش تكون بعيدة برشا على البطولة نتاع عمناو من حيث التشويق ونجمو نلقاو كي لقينا عمناو للترجي والاتحاد الرياضي المنستيري لعبوا لآخر وقت أيمن نجمو نلقاو الجولة الأخيرة 3-4 فرق عندهم الحظوظ أنهم يتحصلوا على البطولة. شكون هم الفرق هذوما؟ والله مبدئيا كي تشوفوا اكيد تقول لي من غير تحليل تقول لي شكون مازلنا ما شفناش تنعرف ما نجموش توا نحدوا الفرق هذه لكن مبدئيا الرباعيه الطليعه حاليا في انتظار الجوله الجايه لانه ما تنساش انت الاربعه الجاي النادي صفاقس يستقبل ترجي الرياضي التونسي في صفاقس كل العناصر الغايبه تاع الترجي الافريقي يستضيف النجم الرياضي الساحلي عمر المباراه تاعو النجم كيف باش يمشي البنقردين والترجي والنادي الافريقي باش يتقابلوا معنا في الدربي هذاك علاش نقول لكم راهي البطوله ما زالت البطوله صدقوني باش تقعد وعمنا والقلتها وصار هو بيدو البطوله باش تقعد تلعب لاخر جوله والمرتبه الثانيه لاخر جوله بالضبط الزوز باش يقعدوا يتلعبوا لاخر جوله من البطوله حتى الكاف ما لعبنا ثلاثة جولات والخنيفري والعرك والاربيتر ومن غادي الاداره نتاع التعيينات يا خويا نتاع الحكام تجيب لك اربيتر تزيري وترمي لك واحد تونسي في الفار اللي هو نفس عندهم نفس الحكايه وغادي بوني ومن هنا عرك وغدوه نحكيوا على مقابله نتاع المستير ديجا والنادي الافريقي مقابله ماهيش مصيرية ما نعرفوش مهمة بلا نعرفوا الحكم نتاع رسميا ما صارش تعين على ما يبدو حكم ليبي حسب ما في قدرة الله بقدرة الله تسمع غدوة العشرة نتاع الصباح قدرة الله تحبش تاخو انت رئيس الإدارة الوطنية التحكيم تولي تعيننا في الحكام نتاع ولا هبط انت حكم نقول قبل بثلاث ايام ولا باربع ايام وين المشكل باهي على كل رقم قياسي زاد يبعثوا لي من قبيله يقولوا لي انه معناتها النجم الساحلي لا يفوز على الترجي في رادس في البطولة أبدا. لا صاحبي يعني تحب تفك لي إنجازي بطولة. نكمل الجملة بطولة نكمل الجملة بالراس نكمل الجملة يهديكم نكمل الجملة والله قلت هوني عمر جمال في اللعبة النجم الساحلي لا يفوز على الترجي أبدا في البطولة وفاز عليه مرة وحيدة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ويا سبحان الله الفوز ذاك كان هدف لي صفر وسجله عمر اجمل يا خويا عندك مريد اللي ما عملوا حتى انتصر لي طوال مره في الكاس زاده في الكاس اي في الكاس اي عندك مريد معناتها تزدمي غريب هذه البطوله والله انت صرتي مو انتصار في رادس بطوله ولا كاف ولا كاس ولا اللي هو هي عندك انجاز ما عملوهش غيرك في 23 سنه والله عندي اني موش انجاز كي تحكي علي اني موش انجاز خاطر اني الفترة الذهبية اللي لعبت فيها كي تجي تحكي معي وارجع لي ستاتستيك نقول لك ديما معناها مفوز رجوع عمار وقتها موش رجوع فما فين رجوع وقتها تعرف تحبيها اسمه الله يرحمه سي موجو شنو اني كي تحكي الجينيراسيون اللي لعبت فيها فزت في المنزه برشا مرات اي صحيح كاف وبطولة رادس ورادس زاد كيف فزت فيه ومن بعد خرجت وماركيت فيه برشا زاد وماركيت فيه برشا وخرجت من بعد على روحي لاوروبا يعطيك صحة يا سي عمر بطولة جمال بطولة بطولة في الاخر معناها كي خارج تحبوا تسخنوني هاي يعطيك صحة عمر جمال انتهت الاسبوع نتاعك انتهى نلتقي يوم الاثنين المقبل معاك بعد ماتش تار ليتوال ونادي الفريق ان شاء الله وتيلة مرحلة البلاي اوف وشكرا ديما على روحك الرياضية يعطيك صحة وليد قرفان شكرا للجميع في المتابعة ونلتقي ان شاء الله غدا في نفس التوقيت سبورت بلس يومين 7-8 صباح الخير سبورت بلس على EFM أحلى راديو.